أعلنت الفنانة شريهان الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 عبر حسابها الرسمي على تويتر وفاة دينا خورشيد زوجة أخيها الموسيقار وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، ونشرت الصورة التالية لهما. هنا دينا خورشيد الله يرحمها مع عمر خورشيد المطرب الراحل الله يرحمه، وكتبت إنا لله وإنا إليه راجعون في حبيبة أمي وحبيبتي زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد اللي هي دينا خورشيد. والمتابعين نشروا صور ليهم نادرة وكتبوا الله يرحمهم ويغفر لهم ويثبتهم. وادي هنا برضو صورة تانية للراحل عمر خورشيد. عارفين طبعا عمر خورشيد هو أخو شريهان، تزوج 4 مرات ومنهم ميرفت أمين، ومات بحادث مروع وعنده 36 سنة فقط في عز شباب. هنا دي الزوجة الأولى أمينة السبكي وأم كلثوم كانت حضرت الفرح، وأيضا الزوجة التانية ميرفت أمين أشهر من نار على العالم طبعا، ربنا يديها الصحة. دي الزوجة الثالثة دينا اللي رحلت في 20 أكتوبر 2020، ودي الزوجة الرابعة مها أبو عوف. دي شقيقة عزة أبو عوف، ودي صورة نادرة لعمر خورشيد مع شريهان. وهنا أختا عمر خورشيد هويدا وشريهان تبكيانه يوم وداعه، وجنبهم نادية لطفي. وكانت الصحف كتبت مات عمر خورشيد ونجت زوجته وهو يطارد سيارة مجهولة في شارع الهرم، وكتبوا لقي عمر خورشيد مصرعه وأصيبت زوجته دينا في حادث سيارة بالهرم، وكان مع عمر خورشيد ساعتها دينا اللي هي زوجته التالتة. طب هتقولوا لي ازاي اتجوز معها أبو عوف بعد كده؟ فأقول لكم هما الاتنين كانوا على ذمته في ذلك الوقت. الله يرحم عمر خورشيد ودينا خورشيد، وهنشوف بقى أسرار عن شريهان ورسالتها لضرتها. عايدت الفنانة شريهان ضرتها الفنانة إسعاد يونس بكلمات مؤثرة في عيد ميلادها لتؤكد من خلال تغريدتها على أن علاقتهما من أسمى العلاقات وسيظل الحب يجمع بينهما. كتبت على حسابها على تويتر: كنت ولازلت وستظلي أنت وإلى الأبد صاحبة السعادة، كل سنة وأنت طيبة، كل عام حبيبتي، وانتي الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس. وتفاعل متابعو شريهان مع كلماتها الرقيقة في عيد ميلاد إسعاد يونس، مؤكدين على أنهما رائعتان ومثال يحتذى به في الاحترام والإنسانية. ومن المعروف أن إسعاد يونس وشريهان متزوجتان من رجل الأعمال علاء الخواجة، وأن العلاقة بينهما كانت عداء صريح، ولكن تحول الأمر إلى حب عميق. بدأت القصة عندما تزوجت إسعاد يونس في منتصف الثمانينات من رجل الأعمال علاء محمود الخواجة، وأنجبت منه ابنهما عمر. وفي أثناء ذلك كانت شريهان الصديقة المقربة من إسعاد يونس تعاني من أزمة نفسية، ولم تجد سوى الأخيرة وزوجها لكي يسانداها في حل أزمتها. وخلال هذه الفترة تزوجت النجمة الاستعراضية شريهان من رجل الأعمال علاء الخواجة سرا. وبعد إنجاب شريهان لطفلتها الأولى لؤلؤة، قررت وزوجها علاء الخواجة مصارحة إسعاد يونس بالأمر، وهنا صدمت الأخيرة بشدة بعد معرفتها بهذه الزيجة، وقع عداء مع ضرتها. وأشارت تقارير صحفية في ذلك الوقت أن خلافات حادة وقعت بين شريهان وإسعاد يونس، وأنهما اصطدما في أحد فنادق القاهرة
في إحدى المرات، والمشادة بينهما كادت أن تصل إلى الحد التشابك بالأيدي، ولكن انقلب الوضع تماما بين شريهان وإسعاد يونس عام 2001 عندما أصيبت الفنانة الاستعراضية بسرطان نادر، فلم تقف بجوارها في هذه الشدة سوى صديقتها القديمة إسعاد يونس. وتحدثت إسعاد يونس عن محنة مرض شريهان بأنها بكيت بشدة وتوسلت في صلواتها من أجل شفائها، مشيرة إلى أن علاقتها بضرتها اختلفت تماما لتصبح توأم. وقالت إسعاد يونس عن علاقتها بشريهان عام 2007 في برنامج القاهرة اليوم أن شريهان ساعدتها في تحول العداء بينهما إلى محبة، لأنها وجدتها قمة في الطيبة مثلها، ومن الصعب أن تجد رجلا في نفس شهامة زوجها الذي تعتبره من أنبل الرجال. لذا سألت نفسها لماذا لا نخلق أسرة سعيدة رغم أنها ضد تعدد الزوجات. ومن جانبها تحرص شريهان في كل فرصة على التأكيد على محبتها الكبيرة لضرتها إسعاد يونس، وأنها الأخت والصديقة وأول من وقف معها في محنة مرضها المؤلمة. جدير بالذكر أن الفنانة شريهان نشرت صورة لها مع عمر الخواجة نجل الفنانة إسعاد يونس، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك. وقالت شريهان تعليقا على الصورة: أتمنى لك يا ابني من قلبي سنوات مليئة بالنجاح، مليئة بالحب والصحة والسعادة، أحبك يا عمري. ودي الصورة اللي نشرتها مع عمر ابن ضرتها إسعاد يونس. وهنا ده علاء الخواجة وإسعاد يونس على اليمين وشريهان على الشمال. وهنشوف دلوقتي أسرار عن شريهان أعتقد ما تعرفوهاش وغزلها بزوجها وشقيقتيها المحجبتين. من ناحية أخرى بقى، على الرغم من حرص الفنانة شريهان على عدم نشر أي صورة لزوجها رجل الأعمال علاء الخواجة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل حرصه على الابتعاد عن الأضواء والإعلام منذ سنوات طويلة، إلا أنها فاجأت جمهورها عبر حسابها على انستغرام بنشر صورة رومانسية لهما. دي الصورة اللي نشرتها على انستغرام مع جوزها الثاني، ونعرف مين جوزها الأولاني. ويبدو أن شريهان قررت أن تحتفل بالعام الجديد بطريقة مختلفة وتوجه برقيتها على التواصل الاجتماعي لزوجها، وحملت البرقية الكثير من كلمات الحب والتقدير قائلة: يا أعظم نصيب وقدر واختيار، يا من أخذت قلبي وحبي وعشقي واحترامي، وأخذت بيدي من بعد الله سبحانه وتعالى، يا من شرفتني بحمل اسمك واسم عائلتك الكريمة، يا من أعطيتني أجمل جوهرتين لؤلؤة وتالية القرآن. ويتوجهم أخوهم عمر علاء الخواجة: يا من أعطيتني الحياة وكل الحب والاحترام، وأعظم عائلة عائلة الخواجة الكريمة. كل ثانية وساعة ويوم في عمرك وانت ليا كل الخير والحب والصدق والاحترام والكرم والعطاء والدرس العظيم في الحياة الدنيا. أصلي لربي فرضا وطاعة ثم أصلي له مرة أخرى، شكرا على وجودك في عمري يا كل عمري الجميل. وده البوست بتاع شريهان على حسابها. دي شريهان الجميلة، وهنا شريهان مع أختها الكبيرة، هي كانت صغيرة وهي كتبت على الصورة على انستجرام: أختي الكبيرة وأنا. من ناحية أخرى، شاركت الفنانة شريهان محبيها على حسابها الشخصي على موقع انستجرام بصورة لا تجمعها مع شقيقتيها المحجبتين، وهما هويدا وجيهان. هنا مع شقيقتيها المحجبتين هويدا وجيهان. وتعد هذه المرة الأولى التي تنشر فيها شريهان صورة لشقيقتيها ليشاهدهما محبيها، لتعلق على الصورة قائلة لهما: ربنا يحفظكم ليا جيهان وهويدا. وبالرغم من دعوات محبي شريهان أن يحفظ الله لها شقيقتيها، إلا أن البعض
ركز فقط في الصورة على شعر شريهان الطويل للغاية الذي بدا ملفتا ليؤكدوا لها أن شعرها لم يتأثر مع تقدمها في العمر، وده اللي لفتهم في الصورة، شعرها الطويل. من ناحية أخرى، نشرت الفنانة شريهان على حسابها على انستغرام صورة لأول مرة تظهر فيها ابنتها لؤلؤة، ابنتها الكبرى، وفرحة عمرها وبها شبه كبير منها. ديت بنت شريهان الكبرى، وهنا تشبهها كتير، شريهان اللي على الشمال طبعا فيها شبه برضو منها في يوم تخرجها. كما نشرت الفنانة شريهان على انستغرام صورة تظهر فيه ابنتها الصغرى تالية القرآن خواجة، وهما الاثنتان ترتديان ملابس الإحرام، وظهر في خلفية الصورة الكعبة فيما يبدو أنهما في العمرة أو الحج. هنا وهي بتقبل يدها. الصورة كانت جميلة للغاية ومعبرة، أشعلت حساب الفنانة المصرية بالتعليقات والإعجابات، مع تمنيات المتابعين أن يحمي الله شريهان وابنتها الصغرى تالية القرآن. شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني، مولودة في القاهرة في 6 ديسمبر 1964، ووالدة شريهان كانت قد اضطرت إلى الزواج من عبد الفتاح الشلقاني أحد أثرياء القاهرة زواجا عرفيا، كي تمنع ابنها الوحيد الفنان عمر خورشيد من الالتحاق بالخدمة العسكرية بصفته العائل الوحيد لها. إيه شريهان في الفوازير، دي صورة جميلة لشريهان برضو. أثمر الزواج العرفي عن مولد شريهان، ثم رحل الأب فجأة تاركا ابنته لتواجه مصيرها مع عائلته. رفضت عائلة الأب الاعتراف بنسب الابنة وشككت فيه، واتهمت الأم بالطمع في ثروة الأب. لم تحسم هذه القضية، ولم يتم الاعتراف بنسب شريهان إلا في عام 1980، أي عندما كان عمرها 16 سنة. لم تكن تلك نهاية أحزان الفتاة، بل جاء فقدها لأخيها عمر خورشيد الذي كان شديد القرب منها أكبر صدمة تعرضت لها شريهان في سنين عمرها الأولى. ده عمر خورشيد أخو شريهان، كان ذلك في العام 1981، أي بعد عام واحد من انتهاء الأزمة مع أهل والدتها. وقبل أن تفيق شريهان من هذه الأزمة، فوجئت بوفاة والدتها لتفقد سندها الأول في الحياة. هنا مع والدتها، فقدتها عندها حوالي 17 سنة. هنا مع بنتها. مثل كثير من النجمات الشهيرات، بدأت شريهان من الباليه والرقص التعبيري، وإثر النجاح توالت عليها البطولات لتصل حصيلاتها من الأفلام لما يقرب من 30 فيلم. في الوقت نفسه أبدعت شريهان على المسرح وتألقت في عدد كبير من المسرحيات، جاء أولها مع الفنان محمد صبحي في مسرحية أنت حر عام 1992. شهد نجاحا آخر لشريهان التي عادت للمسرح على الرغم مرضها الشديد والآلام المبرحة التي كانت تنتابها جراء إصابتها في حادث سير بشع، كان عمل عودتها هو شارع محمد علي. وقد استمر عرض المسرحية حتى نهاية 96. في عام 85 أسند إليها المخرج فهمي عبد الحميد بطولة الفوازير، استمر الحال كذلك حتى عام 1987. جاءت نهاية نجومية شريهان سريعة، ففي عام 1990 وأثناء عودتها من الإسكندرية تعرضت لحادث مروع قيل عنه الكثير وانتشرت حوله الشائعات. كاد الحادث أن ينهي حياة شريهان، لكنها خرجت منه بإصابات بالغة بالعمود الفقري استدعت سفرها لفرنسا وبقائها هناك لسنوات تحت الإشراف الطبي. ثم عادت لجمهورها مرة أخرى بالفوازير في عام 93، كما قدمت مسرحياتها الشهيرة شارع محمد علي. وبمجرد عودتها أدخلت شريهان نفسها في أزمة أخرى. كان طرفها الآخر زوجها الساري العربي علال الفاسي، ليتم طلاقهما بهدوء بعد الكثير من الأزمات، ثم أزمتها مع نقابة المحامين التي رفضت قيدها في جدول النقابة. كل دي أزمات مرت بحياة شريهان، ولسه كمان شريهان مع علال الفاسي ولبلبة ووردة، ده زوجها الأول علال الفاسي، تم طلاقهما
ده زوجها الأول على الهالي الفاسي. بعد حصولها على ليسانس الحقوق في مايو 2001 عيار، مما دفع شريهان لإقامة دعوى قضائية لقيدها في النقابة. هنا قدام عبد الحليم وهي بترقص قدامه، دي صورة نادرة ليها قدام أم كلثوم. أزمتها الأخيرة جاءت بسبب زواجها السري من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، وهو زوجها الحالي ووالد ابناتها. هنا مع إسعاد يونس، وده علاء الخواجة زوجهما، ده زوجها الثاني جابت منه بنتين، دي واحدة منهم والتانية تالية القرآن. وعلى الرغم من السرية أصبح الزواج حديث الوسط الفني لا لشيء، إلا لأن الخواجة هو زوج الفنانة إسعاد يونس التي أعلنت الحرب على شريهان، لكن شريهان لزمت الصمت التام. لم تدم سعادتها بالصغيرة والزوج المحب طويلا، إذ سرعان ما أعلن عن إصابتها في العام 2001 بسرطان الغدد اللعابية، وهو أحد أشرس وأندر أنواع السرطانات. دخلت غرفة العمليات لمدة 18 ساعة متواصلة، وتم استبدال عضلة من الخد الأيمن والغدة اللعابية، وبعد ذلك خضعت لعدة عمليات تكميلية. الأمر المحزن أن شريهان علمت بإصابتها تلك بينما كانت تتسلم خبر فوزها بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وذلك عن دورها في فيلم العشق والدم. مشوار طويل من المآسي. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المتابعين والمشاهدين قناة أخبار النجوم.